أطلق جيش الفتح اليوم الجمعة معركة في ريف حلب الجنوبي، سيطر خلالها على قريتي الحميرة ومعرتا وتلال القراصي وحاجز الكازية ومستودعات خان طومان وكتيبة الدفاع الجوي. كما تمكن الثوار من أسر أحد عناصر النظام، إضافة إلى تمكنهم من تدمير عدة آليات ومقتل وإصابة العديد من عناصر النظام. وما النصر إلا من عند الله. الآن حاجز الكازية صديق تحت أقدام المجاهدين. الله أكبر، الله أكبر. ولمزيد من التفاصيل معنا من حلب، مراسل حلب اليوم في الريف الجنوبي عمر الجنوبي. مرحبا بك عمر، بداية حدثنا عن مجريات المعارك في ريف حلب الجنوبي. ردا على استمرار المجازر والحملة الشرسة على حلب فيها من قبل طيران النظام والطيران الروسي، قام جيش الفتح من أرض البطولات بخان طومان بالتمهيد على نقاط الميليشيات الإيرانية واللبنانية في معراتة وتلال القراصي ومستودعات خان طومان وكتيبة الدفاع الجوي. وبعد معارك عنيفة استمرت لأقل من ساعتين تم تحرير النقاط السابقة، تخللها قصف عنيف من قبل النظام بمئات القذائف المدفعية والصاروخية وبأكثر من 70 غارة من الطيران الروسي والسوري، معظمها عنقودي محرم دوليا. تم اغتنام مدفع 23 وشلكة ومدفع 57 وقتل أكثر من 40 عنصر وأسر عدد آخر. ثم بدأت المرحلة الثانية بالتقدم نحو الحميرة وأخلصة، حيث تم تدمير مدفع 106 وتدمير بيكاب في الحميرة قبل أن يتمكن جيش الفتح من تحريرها. طيب، ما هي الأهمية الاستراتيجية لتلك القرى التي سيطر عليها الثوار؟ تكمن هذه الأهمية بالسيطرة على قرية أخلصة الاستراتيجية والتي تشرف على ريف حلب الغربي وريف حلب الجنوبي وأستراد حلب الشام، والتي تتمركز فيها المدفعيات التي تقصف القرى الآمنة في ريف حلب الجنوبي وريف حلب الغربي. ولا تزال المعارك مستمرة للسيطرة على قرية الخلصة الاستراتيجية حتى اللحظة. نعم، من حلب مراسل حلب اليوم في الريف الجنوبي عمر الجنوبي، شكرا لك.